في هذه القاعة وسط العاصمة الموريتانية نواكشوط بدأت أشغال اجتماع اللجنة العلمية لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة. اللقاء الذي يعقد خارج المملكة المغربية لأول مرة خصصته اللجنة لتدارس مشروع ميثاق العلماء الأفارقة، وهو المشروع الذي تسعى اللجنة العلمية من خلاله إلى ترسيخ المشترك الديني عقيدة ومذهبا وسلوكا من أجل حماية وأمن الشعوب الإفريقية. اللجنة العلمية للمؤسسة تجتمع في دورتها من أجل مناقشة مشروع ميثاق العلماء الأفارقة. لا شك أن هذا المشروع مشروع طموح صادق عليه المجلس الأعلى للمؤسسة وهي أعلى هيئة. استمر اجتماع اللجنة العلمية يومين شارك فيهما علماء من السودان والسنغال وتنزانيا ومالي ونيجيريا وبوركينا فاسو وتشاد بالإضافة لموريتانيا والمغرب، وناقش المشاركون مسودة مشروع ميثاق العلماء من خلال ورش تعرضت بقدر من التفصيل لجميع محاور الميثاق. ميثاق العلماء الأفارقة، هذا الميثاق الذي نتوقع منه أن يكون دستورا للعلماء الأفارقة ويستنيرون على ضوئه ويسيرون وفق محدداته. تنزيل هذه الثوابت على مستوى الواقع من الأهمية بمكان، لأنه سيساعد إفريقيا ويساعد علماء إفريقيا على التصدي للأخطار المحدقة بهذه القارة. اجتماع اللجنة العلمية المنعقد بنواكشوط يأتي تنفيذا للتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته العادية المنعقدة بمدينة فاس يومي 17 و18 دجنبر عام 2019، وهي التوصيات التي تمت المصادقة خلالها على إعداد وثيقة مرجعية تعتبر بمثابة ميثاق للعلماء الأفارقة.